بخطى ثابتة راسخة وهامات عزيزة شامخة، أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، ملتزما بالسر المهني، حريصا على سيادة السيدة سلغو تلقى الدفعة المتخرجة التي تصطف أمامكم اليوم تكون نظريا وتطبيقيا طيلة 12 شهرا، واستمر في تكثيف نشاطات الإعداد البدني والنفسي كما شمل الجانب النظري منه معالي الشرطية ومواد قانونية مدعمة بمشاريع تطبيقية داخل المدرسة جسد فيها الطلبة وضعيات مهنية تحاكي نشاطات المسجلة في الميدان، وذلك على مستوى فضاءات المدرسة وأمنها الحضري التدريبي ومدينة المحاكاة. أتشرف وأفتخر بانتمائي إلى جهاز الأمن الوطني الذي منحني فرصة لخدمة وطني، كما أنني سعيد جدا بتخرجي اليوم رفقة زملائي بعد انتهاء فترة التكوين الأساسي التي دامت 12 شهر، تلقينا من خلالها مختلف العلوم والمعارف الشرطية التي تؤهلنا للعمل، التي تؤهلنا غدا لإتمام الأعمال الموجهة إلينا على أكمل وجه. سعيد جدا اليوم بتخرج اليوم رفقة زملائي بعد انتهاء فترة التكوين الأساسي التي تلقينا فيه مختلف المعارف والعلوم الأساسية التي ستساعدنا حتما في حياتنا المهنية مستقبلا، ونحن على أتم الاستعداد لدعم زملائنا في الميدان خدمة للوطن والمواطن.